وقرار زوال دولتكم مرهون بتنفيذكم لمخططاتكم في المسجد الأقصى وفي القدس. نحن نجيء إلى يحيى السنوار ونحن نخسله. فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. ونحن نراكم لبناء محور القدس فنتصالح مع سوريا التي تمثل احد ساحات العجز والارتكاز وجند الشام.